زي ما البشر بيتخانقوا مع بعض وبيعملوا حروب، الحشرات برضو بتتخانق. النحل بيدخل في حروب مع نحل تاني وكمان بيلدغهم، زي ما تكون كده اللدغة هي سلاحهم، وده إذا شعر بالخطر منهم. انت تعرف ان آلة الكمان بتحتاج 70 قطعة من الخشب علشان تشتغل، فعلشان كده سعرها مرتفع، واغلى آلة كمان اتباعت وصلت ل16 مليون دولار. بتشير بعض الدراسات ان الناس بيكونوا اكثر صراحة لما بيكونوا تعبانين جسديا، وده بيخليهم بيعترفوا بحاجات هم كانوا خافينها، وده بيبقى اثناء المحادثة الليلية. الدلافين مع انها صديقة الانسان الا انها بتستخدم في الحروب. الدلافين بتستخدم في الحروب الباردة لانها من اكتر الحيوانات ذكاء. من المعلومات الغريبة اللي ممكن تسمعها ان قارة استراليا اوسع من القمر. معلومة في السريع الجزء السادس، انت تعرف ان الكاتشب اتباع لاول مرة كدواء لعلاج الاسهال وعسر الهضم؟ معلومة في السريع الجزء السابع، انت تعرف ان في دولة في النرويج اسمها الجحيم، وده مع انها دولة باردة الطقس.